السلام عليكم ورحمة الله. تمن سيوين تسعة ديوين. إذا في إطار سلسلة اللايفات المباشرة سي إنيسياتيف رسوت إن شاء الله أدي نخدر موال نحاول ما أمكن نزريك يتساد تحلان بطبيعة الحال المواضيع الناغسمان التمازيرت الوشال التمازيرت دي التمازيرت الهم التمازيرت عند الستور اديس نمرر يا وال طبيعة الحال يخلو ونا السن هي الموضوع على دونيران اي سيول يتدفعتنا المسائل تدفعت الاشكالات التي تطرح انتو السن منها يتدفعتنا ابتداء سي لمشاكل الطبيعة بطبيعة الحال الجفاف الى غير ذلك العلاقات الاجتماعية هي المتان إضافة إلى إتسنت المشاكل نا خفور نعويل يتدفع الدخي التيني ربما. السلام عليكم. السلام أرن سوتر بطبيعة الحال عمر زنيفي أرن سوتر إن شاء الله خوينا دي نغيلي أنا مريري وربما أفرا أنسي والخير الموضوع يستوعبان إيت مازير بطبيعة الحال إن بيوني خطر ونرى ديالي تنميرت النما فتحة بيان سور قنحاول ما أمكن أن مرارة أول البارتاج من تنميرت النم بعدا أن مرارة أول خويا دماغ تي سكر سواء ونا يفهم الموضوع ولا ونا يعيش نية تجربة الحياة سيت مازيرت تدغي من خلال تسنت النقاشات زرين ربما تطرق ستة فاتن الحوايج سورتو دس ابراهيم عزيز دي تاوي يتسنت مشاكل اجتماعية دا دي سنت التعانى تمازيرت ارزوم في المتال القوم يتوتون يدبسن يسافر يقن تليفون تمازيرت ولو يمان العلاقة الاجتماعية اللي غيسر أزول في اللون أزول في اللون تنمير نون العلاقة الاجتماعية اللي غيسر نتن أوريات سولنت دونك لو قندي نسي ربما يلا موضوع زون دموان وما أكثرهم دان تحاول ما أمكان تناقش انطلاقا ميتسنت المرجعيات نغطي تسنت الحوايج ولكن لا علاقة لها بتمازيرت الزول السموحة تنمتنا دونك قنسيول بطبيعة الحال أفرس النفس ريم تن ماخ يتلوقت أي غون غلان تسنت المشاكل نغطي تسنت الاختلالات يمكن أفنت تدغيك أعتاند ما بالضبط يتلوقت تمازير النخ الامور غادية كما هي بعيدا عن في المثال المجالس المنتخبان غادي تسنت الحوايج كلشي الامور ارتدت وخان من خلال طليفات نزلت سي ابراهيم وفيه نبلي نتناح نطرح تسنت المشاكل انياز زنت تضي الدور ياز يزري في المثال لقوم يسافر قن تليفون سؤال ما يجران نكوني من خلال ان النقاشات خويا دا يتحول ما امكن اثر التهتني تنسي تتختي سكور ولكن اردن تعالج الموضوع بشكل جدي يعني ما تسيغن كين باللي يا الاقتصاد اللي ختني كان مزيرة الاقتصاد التضامني اختار الاقتصاد التضامني اللي ختني كان مزيرت والريادي سول ولكن كيفاش يمكن ان اسس هي الاقتصاد زون دمونا ولكن بطبيعه الحال مع مسايرات الوضع مسايرات التطور طن الاولى الى غير ذلك الى درجه النقاش الفطيري سيدريس الزول ما يستعيد سيدريس هنا الزول سي ابراهيم بخير عليك تهنا كلشي مزيان كحفظ ربي لاباس غوش تهنا
الله يبارك فيك، بارك الله فيك. زول نخي زول يمس في النخي عزام. فوالا ها هي انا غنت دير زارون نغيب شويه، ولكن معليش انا غنت ديال الحاجه وين سي زهران يا ويا اختي تنت الحوايج فرانيتين ما يغون غير الاشكال الاختلالات نرى النقش كيطي الاقتصاد التضامني. الاقتصاد التضامني كيفاش نكون عند الناس كعبره من خلال الجمعيات، من خلال المجالس في المثال، ولكن المجالس حاجه اخرى، من خلال الجمعيات انا شايف الاقتصاد التضامني يتسنت لي بوان ديسيجن فور افلا نحاول ما امكن نضيف نخدم الى عمل جمعوي للاسف الشديد والغورن غير لويا لا تغورنا لا تغورنا الجمعيات بطبيعه الحال، ولكن ربما قادرين تشيل لك ان تمن ان شاء الله بطبيعه الحال ان السفل اللي تسمت النداء ني اي شيء تجارب زندمتي اشكو تا يتسنت الله يفات زريدو الثاني ما قال لي يرزمو ورياضي تنطط في المتار يديرو يا ويلي شلقو ايه ده تقول اجوبه في المثل في المثل اللي تناقش اختينا ودي اريد اغسل المسؤوليه اريد تحمل المسؤوليه وهو تستوي ضربي، ولكن لان انا ربما يتسنت الحوايج اريد نخدم حلول المشاكل اللي قدامتي هاي النغاية يدخل الاقتصاد التضامني اللي اختني كريكات مزير ديال الوقت يحمل وحا هانيات يخلق يتسنت علاقات انصهار يتسنت علاقات قوية جدا هي المجتمع منها نتفادى المشاكل تغير جران دي دغي هذا اشتينيم ربما يشتغل شوية يشتغل سطور دين هذا تطور الوضع يبدل المجال يبدل حتى الفكر الإنسان التكنولوجيا إلى غير ذلك، ولكن كومون كنا نبلغات الرسالة سنبدن أثناء نطلق كيتسنت الحوايج كانت نيشت مزيد غورنخ نحاول ما أمكن نضيف نبنو يتسنت افكار مستقبليه ربما راه خص فرونت كيتسنت المشاكل، وعلى سبيل المثال في المثال يتسنت في المثال استطعمت غرمان جامعه غرمان ربما كنت يان تقليد في الماء في المثال وجديد سيان سيان المفهوم وقلنا ده الجماعة حلو الغوص في مثال استطعم غرمان يميك استطعمت التوتمين هاد السكر نتي حلو دونك هانيات هي الفكره ربما تكون مثل البساطه ولكن لا غرس الا غرس ديال ود ولا خطر تنميه شت مزيان دونك خصنا سيزون اللي كاي نحاول ان نبنو افران شي تسن اجابات واضحه الى مشاكل نتاعنا شت مزيان سي ادريس الشغل تسول شويه أزول نك سي إبراهيم، أزول يوم الدكل نغ أزول يوم الدكل نغ سي سعيد بدر نغدي نندد موضوع يستحق الكثير من المناقشة الموضوعية، يعني الإشارة سي بدر يون جيركزن يقدر نتمازرت دات نتحيا بعدا ارك تحيا في المواضيع اللي تناقشت، يعني دات تناقشت سنت المواضيع كان يعني معاشيه يهمها انت ما زرت يهمها الحال انت ما زرت اقتصاديا اخلاقيا ثقافيا، يعني دغيت انتقلت هذه المرحله يا يعني اقتصاديه. يعني اولا نبدا نسول في العمل الجمعوي الاقتصادي الوقت اللي يمكن يمكن غتسول غير غتسول الواقع الوقت اللي غيغورن غلاني جيران، يعني خويا انت غور ستي اللي تيقرت نسوا خليك ستة على عشرة غدا عشرين على ثلاثة ديك ستة كتا خي الزيتين نسلا ديك ستة كتا الفين نسلا ستة كتا المسائل المعيشية الناس تيغيا ديعيش انت غور ستي اللي تيخسي كتا دارت الناس تيغيا ناس كاس الحليب تو ياسد العيد العيد يعني تو ياسد حولين العيد الوقت الدغ يقول يعني اقول الجمعيات المحسنين هذه كلفنس ويدغ ناس تكلفت مازيرت يعني لانعدامية الرؤية، يعني هي الرؤية اقتصادية ناضية الرؤية تضامنية ناضية الرؤية تعايشية، يعني الجانب الجمعوي للجانب السياسي الحقيقة دغيا وريد نسول في تقبيل وريد نسول في خف 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 مغار نريد دنسول يعني دنسول في المسؤولين لو قلت لي مت... يعني دنسول في المسؤولين يعني بدي تسول في العمل الجمعوي اولا قبل تسول في العمل الجمعوي التضامني. العمل الجمعوي تشوبه مجموعه ديال الشوائب ديال المنطقه الناقصه هذا الترر الاعتبار نفس
للأسف في سلغور نغ العمل الجمعوي الاسترزاقي، يسول المال العام دايت تنهاب بطريقة مقننة بغطاء قانوني من طرف الجمعيات الاسترزاقية. يجي المشروع الضغنة خص تسول تدغس سي إبراهيم تلاغورية الرؤية، إن كنت مجموعة من المدن يعني مشيت سامحت هذاك الشي غيال المثال، هذاك الشي غيال المثال اللي المشروع أنا خدمة كنت غي يجي المجال دغنا العمل الجمعوي الاقتصادي نغدي نغد لو ترافاي سوليدير لاسوسياسيون سوليدير، هذا نخدم دغي يعني يلاق الدراسات يا المشروع. نرى تفكرت نسير عجيب نيان نراد نسمى متجر تضامني ان بي سي تري سوليدير، كي سا فو دير كي سا فو دير قال ان ميني مارشي يتحانوت يلانت المواد الغذائيه كلو تنت ناي تحتاج بنادم ديال الحياه الناس اليوميه يغيا ديالي الجناح يستقبل اي دغنا سير انتو تمين دغ يدغ الكونفيتور نخيزو اي دغ نتحلا وتاي دغ نتحروت ان غيات نبريزونتا وانت ينغ المحل قادي ادي ادي يعني قادي ادي الدغدي ينسنات الفرص على الاقل يعني العمل مباشرة زيادة الى مجموعة ديال الفرص العمل غير مباشرة عبر الممولين دمتنا المحل دغنا نقلنا نزنز ان شاء الله المواد بأثمنة تفضيلية بناء على الدراسة الممولين او دنيتني قد ساهمن لفورنيسور قد ساهمن يدغ العمل الجمعوي دغ الزنزان لا ماتير يتمنى ينتمني كان تفضيلي سيدريس. الو بيت سليت. الو